السلام عليكم، صباح الفل. عامليني معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق جمعة بعد غياب جمعتين ما نزلتهمش بسبب القلق اللي كان حاصل في السوق. زي ما انتوا عارفين ريحت شوية نظرا ايه لان انا ولا صحتي ولا لياقتي سامحيلي ان انا اجري بالظبط، اضافة طبعا حفظا لماء الوجه والكرمة والحاجات دي. مش عايز اتعرض لموقف سيء مع حد، يعني سواء من الشرطة سواء من الناس الكلام ده. فقلت نلم الدور شوية وبعد كده لما الدنيا تهدى ننزل تاني. السوق اشتغل بس على الهادي على الهادي، يعني هتنزل من بدري من الساعة 8 اخرك الساعة 11 اتكل على الله على طول امشي، ما تطولش ال11 ودقيقة. تمام، اهم من اي حاجة عايزك تصلي على النبي عشان احنا داخلين دلوقتي نتفرج على جراوي وكلاب حلوة، يعني حاجات كده ايه اسعار في متناول الجميع، هتخلي كل الناس تربي كلاب. يلا بينا نبدأ بعد الصلاة على النبي يقول عليه الصلاة والسلام، ويلا نتفرج على السوق مع بعض. ده جرو جيرمان وده نوافت عشان كانت ملزوقة بأمي. تمام، ولد هو عنده قد ايه؟ 45 يورو. عايز فيه كام يا صاحبي؟ بتكلم في 2000 1000 جنيه. ماشي، اديني رقم التليفون. 012 012 77 79 09 15 05 05 كلب من العمليات القديمة. ماشي طيب، ب 1000 جنيه. ده كارد الميشن بكام هو؟ سعره كام؟ استنى يا عم، بكام؟ ب 800 جنيه. ماشي، اديني رقم التليفون كده. رقم التليفون 012 2 088 69 20. ده كلب بكنيز عنده قد ايه هو؟ عندها سنة وثلاث شهور وحامل. سنة وثلاث شهور وحامل، كريستين حامل. طيب عايز فيها كام؟ دمها خفيف. ب 1000 جنيه. طب اديني رقم تليفونك كده. 012 012 8 72 ايه؟ 13 82 2. ب 1000 جنيه. دي بنوتة جريفون. وده ايه؟ ده واد ولا بت؟ البكنوارة بت برضو. الاسعار كام؟ 1500. ايه؟ دي ب 1500. البت دي حلوة. وده ب 500. هي دي عندها قد ايه دي؟ 8 شهور. ما حدتش قبل كده صح؟ لسه. بس دمها خفيف. طب اديني رقم تليفونك كده. 012 012 2 9 8 4 9 0 1 4. ماشي يا شباب، عجباني البنوت. ربنا يبارك لك فيه. دكر اهو بندور اهو لسه. في انت مع واحد واقف هنا جنبك بواحد ونص، خلصها بثمان نمر حلو. بيكن وا بيكن وا، مش البكنيز اللي قدام. البكنيز دي بيقول لي مش فوق. عايز كام في ماكس صح؟ كام؟ 1200. عنده 8 شهور، الوانه غامقه.
لسه. طب اديني رقم التليفون وخليه يسكت شويه عشان نسمعه بقى. 012 74 311 311 206 ذكر بيت بول. هو شكله كده عايز يغضب شكله. بس ايش عادي احنا ياما تعدينا من كلاب ابطال. ياما تعدينا من ابطال مش هتيجي عليك يا بطل. عنده قد ايه؟ سنه وست شهور. عايز فيك ايه؟ 1800 يا راجل بحبحها شويه. ماشي 1000 ونص. اديني رقم التليفون. 012 87 68 58 60. هو كأساسيات كويس. عضلي جرو اهو جيرمان رويال بلاك. على كام الجرو ده؟ 1000 جنيه. ب 1000 جنيه. دي رقم التليفون يا معلم. تعالى بقى الرودي دي منسوبه. 012 02 963 946 ب 1000 جنيه اهو. ودانه معمول لها تلزيقه عشان يقف تقف ودانه. مع الفيتامينات تجيب نتيجه اهو. ذكر هاسكي 9 شهور. والمفاجاه بقى شغله بيقول امسك كويس عدت الهاسكي وحشه. ذئب. خلاص كده زي الفل. عايز فيك ايه يا معلم؟ 1.5. اديني رقم التليفون. 012 82 72 063. ربع عينه يعني عينه زرقاء والربع الثاني عينه وعينه. ده احلى كلب في السوق. 5500. عم الشنش يا بلد. عم الشنش يا بلد. كلب ايه ب 5.5؟ 6000 جنيه. 6؟ ولا صاحبي خلبوس لسه قايل ب 5.5. بالراحه عليه. ده كلب حلاوه مش كلب شقاوه. ده اهو يا عم بنصوروك. عم الشنش من الناس الطيبين اللي بيقف على طول في السوق. عنده قد ايه الكلب ده؟ عنده 4 اشهر. 120 يوم. 4 اشهر. كلب حلو. اديني رقم التليفون يا عم. 012 2 73 1 6 تاني 4. الشنش يا بلد. كلب الصلاه على النبي. ده الدكر ودي النتاية؟ لا الاثنين نتايات. على كام الحدة طيب؟ 600. ايه؟ 600. الحتة ب 600 جنيه. اديني رقم. عندهم قد ايه؟ رمضان الجاي قفلوا سنة. رمضان الجاي قفلوا سنة. طب اديني رقم تليفونك كده. 012 74 60 49 53. الحتة ب 600 جنيه. بنات.
معايا الجراوي بتاعتهم بألف ونص. وفي جراوي منهم حتة بألف ونص. بس يعني انت كده منطط على أول واحدة صح؟ اه عشان بجوز بيت وراه. تمام. جرو جريفون حاجة كده ايه مقاس صغير، حاجات عسلية، دبدوب ان شاء الله. بكام اللعبة دي؟ ب800. ولد ولا بنت؟ بنوتة؟ ماشي. والبشمهندسة دي دكر ولا انت ايه؟ بنت برضو؟ بكام؟ 600 جنيه. عندها قلت لي 5 شهور دي صح؟ حلوة لعبية. اديني رقم التليفون يا معلم. 012 89 525 112. لا عايز حاجة يتصل على الرابط. جرو بيت واد ولا بيت؟ هو بيت بيت صح؟ ب 800 جنيه؟ فيها دم؟ فيها دم؟ كلبة بتقول؟ يعني لو زولتها كده تقول حاجة؟ شوف الجولدن ده بتاع مين؟ خلي بالك العربية. ب 800 جنيه انت يا بيت بول. وده معاك برضه؟ استنى كابتن مش عايز تعدي الوقت. ده لولو فوكس ولد؟ بنوته برضه بكام؟ 300 جنيه. طب اديني رقم التليفون كده. 015 5 3 بعد كده 80 41 80. اوعى دي ودي، دي ب 800 ودي ب 300. دي بالدفتر ودي بدفترها متطعمه ودي شكلها سيئه السمعه. زال هو زلزال فعلا. يلا حته قله ادب وشراسه وكده. يلا حلوانات بالصلاه على النبي. كان عندي كلب نفس الشكل ده بالظبط عشان كده لفتني. اجرو اركب الزلزال واهرب. ده دكر نتايه والله خشان الدكر ما شاء الله. كين كورس يعني. خلينا نشوف جسم الموزة لو مفيش مانع. ايوه يا بت اثباتي يخرب بيتك. عايز فيها كام يا معلم؟ عايزين فيها 300 خلاص بس مش كتير عليها. لا حلو. عندها قد ايه هي؟ 300 عندها سنة ونص ما لفتش قبل كده. يعني هتاخد منها اول وش. اديني رقم التليفون كده. رقم موبايلك كام؟ 012 81 96 96 38 38 56 56. كريم يا ايش تقييم دي بنوتة جولدن؟ عندها قد ايه هي؟ 6 شهور؟ عندها 6 شهور. جولدن شوكليت ميديوم هير مستوى كويس لسه اول خيرها عندها. صباح يا معلم. طبعا انت لعبك على طول حبيبي. سعرها كام؟ 700 وفيها كلام؟ دي فرصة بقى ب 700 وفيها كلام. الكلبة نضيفة كلبة حلوة ان شاء الله. النهارده ما شفتش حاجة لفتتني بصراحة في الرتبة. تحت بالك صغيرة. كيف حد تحت بالك اديني رقم تليفون. استنى طب دي اخلص دي هبقى معاك دلوقتي. اديني رقم تليفونك كده معلم. 012 86 33 06 05.
ب 600 جنيه، ب 700 جنيه وفيها كلام. نتايج 6 شهور جميله ما شاء الله ودمها خفيف. دي جراوي بيتبول برندل، تمام. حاجات من اللي هتطلع ايه اكس لارج، حاجات طويله، لون صافي برندل من الالف للياء، في طراطيش بسيطه ودي ما تقلش من قيمه الكلب، تمام. بص الواد ده هو اللي قنبله نجمه في صدره، بس وشه غامق كله لونه ايه برندل، حتى لحد طرف الديل، طرف الرجل يمين وشمال، كلب لونه كله برندل. هو ده الايه اللقطه. والبت دي برضو نفس الكلام. لكم يا رجاله انا والله عليكم ما تمشوش من هنا لحد ما. طب استنى خد الله فينا مدحت عم مدحت ماشي. طب ايه دول الجراوي البولات بتاعت حق مصر؟ لا مش بولات. انت عايز ايه تاني مني هنا؟ مش انا وقفت لك الكلام ده؟ طب انت جايب دولات دول الناس عايزينهم، يبقى تديله فلوسهم. ايوه 6-0 012 060 39 039 032 الحته بكام في دول؟ سريعا كده دول ب 1000 ونص الحته. ال 1000 ونص، ب 1000 ونص الحته. الصور دي بنوته، لا اصورها اهي بنوته جيرمان اهي. بكام؟ خلص بالنت خلص. من ابو كام؟ بكام؟ ب 1000. عندها قد ايه هي؟ ماشيه 8 شهور. اديني رقم التليفون. 012 02 96 48 27 ب 1000 جنيه بنوته جيرمان. عندها قد ايه؟ ماشيه في يعني ما حضتش. حضت يعني كده عدد التسعة بقى، عدد التسعة. ماشي بلوتو قطع وشراسة وجمال، ثلاثة في واحد نسكافيه قمر ما شاء الله عليه ودمه خفيف جدا. عايز فيه كام بلوتو؟ واحد ونص. عنده قد ايه هو؟ سنة ونص. سنة ونص. بس مش هقول لك انه كينج سايز، بس هو حجمه حلو. الكلب جميل والشوكليت. ما انا قلت له سيبك من صاحبك تعالى اسرقك، هو تقريبا فاهم. حته عسليه. دبدوب. بص كلب دبدوب بالصلاة على النبي عليه. واحد ونص. اديني رقم تليفونك. مش حافظه؟ الرهوان التاني. الصدري بكام؟ ب 60 جنيه. الكمامه الجلد ب 30 جنيه. الشغل ده الحزام ده ب 10 جنيه. بص وده ب 20. حاجات الجراوي، الجراوي الصغيره والجراوي ايه اللي هي 6 7 شهور. الحاجات المحمله ب 30 جنيه. المدفر ب 35 جنيه. ب 35. وده ده شداد، ده شداد ب 50 جنيه. بص السلسله دي بكام المحمله؟ ب 30 جنيه. الطويله بتاعتها بتعمل 40. في اطول منها بتعمل 40. 80 جنيه. طول مضفر بالليش بتاعه باليد، تمام. ده شغلنا ايه المصري الجميل. رقم التليفون كام؟ 012 012 8 7 4 6 2 8 0 3. اللي عايز حاجه يتصل على الراجل. في اسعار للجمله اسعار اقل للجمله للي هياخد كذا حاجه. لو انتوا صحاب بقى ايه وبتربوا، جمعوا بعضيكم واشتروا جمله، تمام. القطاعي موجود ومتاح. المكان الاسكندريه عشان ما حدش يتوه، تمام. 600 جنيه واد ولا بت؟ بنوته اهي ب 600 جنيه يا جدعان. حته شورت هير ورك لاين. هاجي لك انا، هاجي لك يا شيخ. يا شيخ ممنوع التصوير. حاضر ماشي. اديني رقم التليفون يا معلم. 012 012 ايه؟ 72 064 117. الفرد الحمام ده هدية عليه؟ اه.
ده واقف يتعلم شكله. خلي بالك طيب خلي بالك. ارجع هو بيتقال الفيديو خلاص دي بنوتة الحاجات اللي ايه تطلع قنبلة. عايز فيها صاحبها عايز فيها 3000 جنيه. حلو اللون البلو. اديني رقم تليفونك يا صاحبي. تليفونك كام؟ 012 04 33 95 96. جسم حلو ومستوى كويس وهو مخليها سافلة. تلات آلاف جنيه. بنوتة كوكر على جولدن. عايز فيه كام؟ عايز فيها كام؟ 700 جنيه؟ عادة بتلات التعليم بتاعها. بنوته ب 700 جنيه، انا شايفها شرسه، صح هي دي الشرسه؟ السفله الرخيصه. بس جميله. ايه؟ استنى استنى. هو الكلب. اديني رقم التليفون كده. 012 012 050 050 39 39 848 بنوته جولدن. عندها قد ايه هي؟ عدت حيطه وداخله على التانيه. عايز فيها كام؟ واحد ونص. اديني رقم التليفون كده. بقول لك دي طويله. رقم التليفون كام يا معلم؟ 012 74 188 299. اللي عايز الست هنم يتصل على صاحبه. حته بريسا كناري بكام قلت لي؟ 1800 جنيه. اديني رقم تليفونك كده يا معلم. 012 20 50 15 8 9. بريسا كناري ب 1800 جنيه. اوعى. بص شيل رجلك من على الكلب عشان حجمه يبان بس. جولدن. ما هو ده قلبي ده هو عارف. قطة وجراوي. الجراوي دي ايه؟ بتنواو جريفون ونسناس. انا سناس. في منه كرة وانتيات وعيال صغار واعمار مختلفة. تمام. اللي عايز يربي نسناس سعره كام ده؟ 5000 جنيه. ماشي. اديني رقم التليفون. 012 252 302 3028. الكلب ده في حجم حلو في نفس الوقت شرس. دي اللي قبل الارض جمجمة حلوة. لا عشان ما ارجعش لورا واتخبط. استنى خليك ماسك. يلا
قلبي بيتعارك بالكمامة. عايز في كام ابو الصحاب؟ 4000. اديني رقم تليفون. بس خلاص بس 012 84 84 70 70 45 45 80 80 اصلي ايه انت جاي تقعدين انا كمان؟ انت هتطلع قنبله. قنبله شرايط. انا ما بنساش الا بالقنابل احنا. انا عارف. واد ولا بنت؟ ولد. ولد؟ لا من ابو كام طيب؟ 800 جنيه. اديني رقم التليفون. 0122 66 88 506. هو ايه على ايه طيب؟ بيت بول على اولد. جميل. في نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو كويس والسوق كان حلو النهارده. هو يعني برضو ايه مفيش كل المستويات، مفيش يعني حاجات كفاية، لكن يزال هو سوق وفي شوية حاجات لقط. لو لاحظت في حاجات أسعارها لقطة جدا وفي حاجات أسعارها كويسة قوي، وحتى في الجراوي مفيش مبالغة في الأسعار، كله عايز يبيع وكله عايز يتكل على الله يروح، علشان في وقت معين الشرطة بتنزل فكل الناس بتمشي والسوق بيتمسح مفيش أي حد. إضافة إن الدنيا مريحة فهتاخد الحاجة بسعر معقول والدنيا مظبوطه ما تقلقش. تنساش تصلي على النبي تاني. لو عايز تشرفنا وتعمل سبسكرايب في القناه على دماغنا من فوق، عايز تعمل لايك وماله. للتواصل على الواتساب الرقم ظاهر عندك، بعت لنا فيديو او صور، فيديو صور واضحين للحاجه اللي انت عايز تبيعها سواء كان كلاب او حمام، بالسعر والمكان والعمر ولو تطعيمات موجوده ولو اهالي، الحاجات دي كلها بتبقى مطلوبه علشان بتساعد اللي عايز يشتري ان هو يتحقق من اللي هو عايز يشتريه هو ده ولا لا. صباحكم فل، سلام عليكم.